بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 40. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. نواصل الكلام على الآيات من قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى قوله تعالى: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قد انتهى بنا الكلام الحلقة السابقة إلى قوله تعالى عن اليهود: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وبينا أن هذا من الكذب على الله، وأن الله لم يعهد إليهم، بل إنه أمرهم باتباع الرسل، تصديق الرسل، ولو كانت معجزاتهم وبراهينهم غير هذه المعجزة. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا كذبهم وأن هذا ليس هو حقيقة الأمر، قال سبحانه وتعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالمعجزات، وبالذي قلتم، وهو إحراق القربان من النار. قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، فهل آمنتم بهم؟ لا، لم تؤمنوا بهم، بل قتلتموهم. فلما قتلتموهم؟ كيف تقتلونهم وهم جاءوكم بما ذكرتم وبما هو أكثر منه من المعجزات؟ فدل على أنهم ليس هدفهم الحق، وإنما هذا من باب التعنت، هذا من باب التعنت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كانوا صادقين لآمنوا بالرسل السابقين الذين معهم ما يدل ويقطع بنبوتهم مما ذكروه ومما لم يذكروه. فلما قتلتموهم؟ لأي شيء قتلتم الرسل إن كنتم صادقين في أن الله عهد إليكم ألا تؤمنوا إلا لرسول إلا إذا جاءكم بقربان تأكله النار، فقد جاءكم ما ذكرتم ومع هذا لم تؤمنوا ولم تصدقوهم، بل فعلتم ما هو أشنع من تكذيبهم، وهو قتلهم إن كنتم صادقين. فدل على كذبهم وتعنتهم وتمردهم على الله وعلى رسله، وهذا ديدنهم. شعب خبيث، شعب ماكر، شعب سيء السيرة، ملطخ السيرة على مدار التاريخ، ولا يزالون كذلك إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك، أي كذبك هؤلاء اليهود، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كذبوك أيها الرسول يا محمد فإن هذا طبعهم وهذا ديدنهم، كذبوا رسلا من قبلك كما كذبوا عيسى عليه السلام وكذبوا غيره. جاءوا بالبينات، أي بالمعجزات، والزبر وهي الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، والكتاب المنير أي البين الواضح. فهم كفروا بالله وبرسله وما معهم من المعجزات، وكفروا بكتب الله عز وجل وحرفوها وبدلوها وغيروها وأدخلوا فيها ما ليس منها من الكفريات ومن الضلالات. هذا تصرفهم مع الرسل، وهذا تصرفهم مع كتب الله عز وجل. الإيمان ببعض والكفر ببعض، ما وافق أهواءهم منها آمنوا به،
وما خالف أهواءهم كفروا به، كما قال تعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن فلا يحزنك أيها الرسول ما قابلك اليهود به من الكفر والتعنت والضلال، فإن هذا موقفهم من الأنبياء السابقين، فلا تحزن عليهم، وإنما عليك البلاغ. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما عليه البلاغ فقط، وأما الهداية وأما الحساب فهو عند الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ المبين، وقد بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، وما على أتباع الرسول من الدعاة إلى الله عز وجل إلا أن يبلغوا الناس ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأما الهداية فهي بيد الله، ولكن هؤلاء الذين يكفرون بما أنزل الله عز وجل شرع الله جهادهم في الدنيا وقتالهم في الدنيا، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فهذه الآيات فيها موقف اليهود من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تعنتهم عليه، وفيها بيان طبعهم مع غيره من الأنبياء، وأن هذا لا يستغرب منهم أبدا، لأنهم أصحاب شر وأصحاب كفر وضلال، وأن الحق لا يجدي فيهم. لأن الإنسان إذا لم يرد الحق فإنه لا تنفع فيه المواعظ، وإنما يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه؟ قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لأنهم يريدون اتباع الهوى لا يريدون الحق. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فيحرمهم الهداية لتكبرهم عنها ونفورهم من الحق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.